لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبته. دي غيرتك على التوحيد. وانت لو بهمك التوحيد يا حسن عطالة تشيل الأخطاء. شباب عندهم أكثر من 1800 تسجيل في النت، تمرق لهم خطئين ولا ثلاثة وتدسهم بورا، قدروا ما يمشوا لقدام تضعنهم بين، لو داير توحيد ما تتصل بهم. هذه طريقة الرسل، والله ده كله ما بيقدروا عليها، وما رجال ذكور يقدروا يركزوا في دعوة التوحيد. والله ما يقدروا. ودعوتنا اللي احنا بندعو بها إنما هي من القرآن، من دعوة الرسل. يا حسن يا ابن عطاء الله، حصن صيامك بالسكوت عن الخنا، حصن صيامك بالسكوت عن الخنا، واطبق على واطبق على عينيك بالجفنان. ويجي يتكلم عن اخواننا يقول جهال يا اخي، دي ابسط القواعد. انت قريت عن شيخ مقبل؟ بالله انت جادي جادي كده قريت عن شيخ مقبل؟ مقبل قراك كده؟ قال لك انت كلامك فيه عام وخاص؟ لا تمشي ذا وجهين من بين الورى، شر البرية من له وجهان. لا تسعى بين الصاحبين نميمة، لا تسعى بين الصاحبين نميمة، لا تسعى بين الصاحبين نميمة. احذر من المجالسة والمخادنة. لذلك قال علي رضي الله عنه لرجل رآه يجلس مع رجل آخر قد كرهه، قال: لا تصحب أخا الجهل، وإياك وإياه. إذا ما لم يزدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ده كله بسبب الحقد والغل. أعماك صرت تتكلم بما لو حوسبت به لطأطأت رأسك. من بيهدم الباطل؟ إنما حقدوا على إخواننا حسدا من عند أنفسهم. أتحداك وباهلك إنه أنا أسئت لأصحابي قدامك، وإنه أنا ما دافعت عن أصحابي قدامك. أتحداك وباهلك يا حسن عطال. نجعل لعنة الله على الكاذبين. الزول يصهر من قوة الدين. منهجنا احنا ما منهج ذليل، ولا منهج محقور، ولا منهج ضعيف، ولا منهج متناقض، انما منهج قوي محكم، نصوص من الكتاب والسنة. لما نناظر ذول بنوريه تمام. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون.